السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المحاضره التي سوف تتناول الاقتراحات والحلول لتحسين استخدام الوقت. يعني احنا زي ما شرحنا في المحاضرات السابقه حكينا عن فكره انه الشخص لازم يدير وقته وعرفنا مفهوم إدارة الوقت أنه الشخص لازم يخطط لإدارة وقته بطريقة صحيحة حتى يحقق الأهداف التي يريدها وبرضه حكينا أنه في بعض العوامل والمؤثرات التي تؤثر على الشخص سلبا مما يسبب ضياع لذلك الوقت الآن رح نحكي عن بعض الاقتراحات أو solutions تمام؟ لتحسين استخدام الوقت. أولاً لو أنت كنت مدير أو موظف نظم أوراقك العملية، يعني لو كان عندك المكتب فيه عدة أوراق أو عدة ملفات بتصوركم هل رح يكون عندي سهل إني لو بدي أبحث عن ملف معين أو بدي أبحث عن سجل معين لموظف عندي؟ لا عملية السيرش راح تاخذ مني وقت طيب لكن لو حكينا انه انا بنظم اوراقي بحيث انه انا محدد الاوراق اللي انا بدي اشتغل عليها ومصنفها يعني ملفات خاصة مثلا لقسم معين ملفات خاصة مثلا بأداء الموظفين وهكذا لذلك راح نشوف انه في عندي اوراق هامة ومستعجلة اوراق ممكن اني افوض فيها الغير وممكن انه اشتغل على مبدا التفويض فبالتالي انا هنا ممكن اعطي بعض الصلاحيات فبالتالي هنا الوقت ممكن ان نستثمره باشياء اكثر اهميه برضو ممكن اشوف الاوراق التي يمكن تاجيلها او التي لها طابع اعلامي او اخباري والبشوف الاوراق الغير هامه والغير مستعجله يعني مش ايرجنت ممكن اني اشتغل عليها ليتر اون فبالتالي الآن لو هيك تخيلنا شفنا مكتب أوراق مصنفة محطوطة بفولدرز معينة تمام بنشوف أن الأمور منظمة لو بدي أبحث عن أي ملف أو أي ورقة لأي قسم أو أي موظف ممكن أحصل عليها بكل سهولة وبنفس الوقت أنا مصنف أنه في عندي أوراق هامة أو خلينا نحكي أوراق هي هامة لكن غير مستعجلة ممكن تتأجل فيما بعد فالعملية هيك بتصير عندي إيش أنظم برضو ممكن نشوف عندي الأوراق الغير هامة والغير مستعجلة والتي لا تقتضي منك أي تصرف أو إجراء كما أنها ليست سوى معلومات عامة يعني في بعض الأوراق مرات ممكن ما الواحد يستفيد منها بشيء لكن هي بتسبب ارتباك في العمل بتسبب فوضى في الأوراق بتسبب ازدحام في الأوراق فبالتالي احنا هنا مندور انه بدل الوقت ما يضيع على ورقة ابحث عنها تمام كيف استغل وقتي وابحث عن ورقة اجدها بكل سهولة طيب هاي نقطة النقطة الثانية لو انت عندك سكرتير درب سكرتيرك على مراجعة الأوراق وتحديد ماهيتها وتصنيفها قبل ادخالها عليك يعني عادة لو أنت مثلا مدير شركة خلي السكرتير اللي موجود عندك لو بدك توقع على مجموعه اوراق يصنفها تمام فبالتالي انت لما بدك تراجع هاي الاوراق وتقرأها راح يحكي لك انه هذا الملف خاص بقسم كذا، هذا الملف موضوعه خاص بلجنه كذا، هذا الملف خاص بخطه استراتيجيه كذا وهكذا، فعمليه التصنيف هون راح توفر عليك وقت تمام وهو ايش المطلوب. برضه حدد لنفسك ساعه او اقل او اكثر حسب حجم المراسلات والمعاملات التي ترد. لمراجعتها وفرزها وصنفها بنفسك، يعني الفكره احنا بنشوف هون المين بوينت بتركز انه انت كمدير لازم تشتغل على فكره تصنيف الاوراق عندك في المكتب. كل ما كنت انت مصنف اوراقك معناته عندك الامور منظمه فبالتالي البحث عن اي ورقه وتحديد انه في عندي اوراق مهمه ومستعجله واوراق مهمه وغير مستعجله او اوراق غير مهمه وغير مستعجله معي مركزين معي اذا في عندي اوراق هامه ومستعجله في عندي اوراق هامه وغير مستعجله وعندي اوراق غير هامه وغير مستعجله فبالتالي لما انا يكون عندي تصنيفات على هذا الشكل اكيد الامور راح تكون عندي منظمه واكيد راح اكسب وقت اكبر لا تحاول انجاز المعاملات المعقده او التركيز عليها وحدها دون غيرها. قبل نهايه اليوم راجع ما تبقى من الاوراق والمراسلات ليش قبل نهايه اليوم؟ يعني المقوله اللي احنا كلياتنا بنعرفها لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. فبالتالي انت لما تراجع الاوراق والمراسلات قبل نهايه يومك بتتاكد انه كل معاملاتك كل امورك انتهت لهذا اليوم فبكره تبدا بيوم جديد بمهام جديده استخدم اقلام التلوين لتلوين الجمل والكلمات الهامه في مراسلاتك دائما لما الواحد يستخدم الهايلايتر على سبيل المثال في تلوين جمله معينه او مثلا بقرا بحث معين او بقرا كتاب معين او بقرا قرار معين او بقرا تعميم معين او بقرا دليل تنظيمي معين كل ما كنت انت قادر على تلوين المين بوينتس او الافكار الرئيسيه سهل جدا فيما بعد لو انت حبيت تستفيد من هذه الكلمات او هذه العبارات ترجع لها بكل سهوله فعمليه البحث هنا ايش بتكون عندي اسهل اذا احنا هنا مركزين على نقطه مهمه جدا كيف أخلي الأمور عندي مصنفة منظمة وبالتالي عملية البحث عندي بتكون أسهل حاول دائما برضو تكون كتاباتك مختصرة وواضحة وحاول باستمرار تنظيم ملفاتك ولو عندك أنت سكرتير برضو دربه على فكرة تنظيم الملفات فلو السكرتير برضه اشتغل على فكرة تنظيم الملفات ودخل لك أوراق معينة أنك تطلع عليها وتوقع عليها راح تشوف أنه العملية تكون سهلة جدا لأنه الأمور كلها مصنفة وإيش ومنظمة طيب <applause> الآن راح نحكي عن نظم ساعات العمل وأوقات عملك يعني قم باستخدام بيان يوضح أعمالك خلال كل نصف ساعة وحدد في هذا البيان نوع العمل هل هو ذو علاقة بالأهداف أو بالنشاطات حاول استخدام عدة أساليب وطرق لمنع المضايقات أو التصرفات التي تتسبب في ضياع وقتك يعني المحادثات الهاتفية اتمرن أنك ما تجاوب عليها أو أنك كيف بطريقة ما تحولها إلى سكرتيرك وطبعا السكرتير يكون مدرب على الإجابة على أي استفسار ليش؟ لأنه تخيل لو أنت مدير ويفترض أنه في أمور هامة بتشتغل عليها وكل شوي التليفون عم بيرن. طيب معناته إحنا هنا بنحكي على الوقت واستغلال الوقت وتنظيم الوقت لو أنا بدي أرد على كل مكالمة هاتفية تمام؟ أكيد رح تأخذ مني جزء من الوقت ممكن يتسبب عندي تشتت بالأفكار تشتت بالمعلومة أو ضياع المعلومة وبعدين ارجع اتذكر شو كنت انا عم بشتغل وهكذا فبالتالي لو نحسبها از توتال بالاجماع راح نشوف انه صار عندي دقائق او فتره زمنيه هيك ضاعت عندي بدون ما اني استغليتها صح تحديد مهامك ونشاطاتك وفق اولوياتها فانت بطبيعه عملك اكيد في عندك مهام يوميه روتينيه لازم أن تقوم فيها برضو في عندك مهام أسبوعية يتحتم عليك عملها فبالتالي أنت هنا بترتب أولويات عملك يعني بترتب جدول أعمالك اليوم عندي راح أعمل هيك وهيك وهيك الأسبوع القادم راح أعمل هيك وراح أعمل هيك فبالتالي أنا عندي مهام يومية وعندي مهام إيش أسبوعية إذا كنت ممن من يحضرون العديد من الاجتماعات وتشعر بعدم أهمية حضور هذه الاجتماعات أو بعض هذه الاجتماعات بتشوف إنها مش مهمة حاول تفويض أحد العاملين معك لحضورها عنك يعني بالنيابة عنك تمام؟ يعني ممكن في بعض الاجتماعات مش كل الاجتماعات طبعا بعض الاجتماعات ممكن تكون روتينية ممكن تحس انه الاجتماع بعيد ولغاية ما توصل للاجتماع وتشغل سيارتك وتوصل وازدحام المرور و او عوامل جويه او او الى اخره فبالتالي بتشوف انه جزء كبير من وقتك رايح بين مسافه الطريق وبين حضور الاجتماع والى اخره وبعدين في نهايه اليوم بتحس انه وقتك ضاع فبالتالي ليش ما انك انت تفوض احد الموظفين عندك انه يروح يحضر الاجتماع عندك فبالتالي انت هون وفرت وقت استغليته بشيء مهم يتعلق مثلا في تطوير المؤسسه او الشركه اللي انت مسؤول عن ادارتها حاول ان تحافظ على اوقات الاخرين كما تحب ان لا يضيع الاخرين اوقاتك فلا تفاجئهم بالمهام ولا تطالبهم بعمل كبير في وقت ضيق يعني زي ما انت ما بتحب انه حدا يضيع وقتك بنفس الوقت يعني احترم اوقات الاخرين تمام ودائما لا تطالبهم بمثلا مهام معينه او يقوم باعمال معينه في وقت ضيق تمام يعني حاول انه تكون الامور نسبه وتناسب يعني المهام المطلوبه منهم يكون الوقت متاح لي او الوقت يكون كافي او يكون متاح لتنفيذ هذا المهام بالشكل الصحيح او بشكل المطلوب ليش لانه لو انت اعطيتهم وقت ضيق اكيد ممكن الاعمال او المهام ما يتم تنفيذها بالشكل الصحيح فبالتالي ننظر على الأداء بصورة إجمالية راح نشوف أنه الأداء متراجع أو دون المستوى فبالتالي لا أنا بعطيكم وقت يتناسب مع طبيعة هذه المهام من فترة إلى أخرى قم بتقييم الأوقات التي حددتها لمهامك تمام يعني اعمل عمليه ايفالويشن وهذا شيء طبيعي جدا دائما الشخص الناجح لازم يعمل عمليه ايفالويشن تقييم لحياته في كل مرحله، يعني انت كنت مثلا سنه سنتين محدد انه نشاط معين او مهمه معينه بحاجه الى يوم، بحاجه الى يومين، بحاجه الى اسبوع. شوف عمليه التقييم، هل اليوم او الاسبوع فعلا كانت كافيه لتنفيذ هذه المهمه وكانت النتائج مرضيه ولا لا؟ اذا النتائج مرضيه، اذا الوقت كان كافي في اوكي لكن ممكن النتائج مش مرضيه نتيجه لضيق الوقت فهنا ارجع اعمل عمليه تقييم للاوقات وارجع عيد اليه توزيع الاوقات حاول ان تدع لنفسك وقتا ساعه او اقل لنشاطات لم تطرا على بالك فلم يحدث ولم تستغلها في هذه النشاطات فاعمل على استغلاله في اعاده تنظيم اعمالك ومراجعه انجازاتك وتقييم سيرك في استغلال أوقاتك يعني برضو أعمل هيك عملية تقييم بشكل إجمالي لنشاطاتك ولحياتك التنظيمية داخل الشركة وشوف الأمور تمام جدول أعمالك تمام ولا بحاجة أنك تنظم أعمالك بناء على إنجازاتك اللي أنت حققتها طيب إذا إحنا بنحكي في الأول عن اقتراحات وحلول متعلقة بتنظيم أوراقك العملية من قرارات من تعميمات من مواضيع من مشكلات أنت حاب تدرسها النقطة الثانية اللي هي نظم ساعات العمل وأوقات أعمالك الآن النقطة الثالثة بتحكي عن نظم المهام والنشاطات الداخلية لإدارتك يعني حاول دائما تنظيم وتوزيع المهام والنشاطات الداخلية لإدارتك بين العاملين وحسب تخصصاتهم وعمل على تبسيط الاجراءات لانه احنا حكينا انه لما يكون عندي تعقيد الاجراءات وهي بالانجلش بنسميها بيروكراسي اكيد العمليه راح تاخذ مني وقت لكن العكس تماما لو انا ببسط الاجراءات فتنفيذ هذه الاجراءات راح يحتاج وقت او زمن ايش اقل لما انت تكون كمدير موافق على فكرة أو مبدأ التفويض وكنا نعرف أنه فكرة التفويض أنه أنا بعطي بعض الصلاحيات وبعض المهام الموكل إلي من يعني لشخص معين داخل الشركة أنا بثق بإمكانياته وقدراته على القيام بهذا العمل فبالتالي هون خفف مني عبء معين لما خفف مني عبء معين هذا الوقت اللي كنت أستهلكه في تنفيذ هذه المهمة أو هذا العمل اوكي ممكن استغله بامور اكثر اهميه اعمل دائما على رفع معنويات العاملين وتوفير احتياجاتهم الضروريه وتنميتهم وتدريبهم لانه انت لما تشتغل كمدير على رفع معنويات العاملين وتدريبهم اكيد ادائهم راح يتحسن اكيد راح يصير في عندهم تطوير وظيفي تطوير في ادائهم الوظيفي فبالتالي راح ينعكس ايجابا على جو العمل فبالتالي اكيد راح يكون في عندي حماس ومع رفع المعنويات اكيد هذا كله بيلعب دور كبير انه انا انفذ مهام معينه باقل وقت نظم الاجتماعات الداخليه لادارتك واستخدم فعاليات التنسيق والمتابعه والاتصالات قبل واثناء الاجتماعات اعمل على تنمية روح العمل الجماعية زي ما حكينا في إدارتك لتسهيل إنجاز العمل فبالتالي أنت لما ترفع روح معنويات العاملين تدربهم تشتغل على فكرة أنه عمل جماعي تيم وورك، الكل بيشارك الكل إلى دور مثلا يلا يا شباب داخل الشركة نبدأ العمل تعطيهم موتيفيشن تعطيهم تحفيز فبالتالي هنا آلية إنجاز العمل وتنفيذ العمل بتكون عندك سهلة فشوف ممكن تواجه عقبات كثير ممكن تتغلب عليها بفتره زمنيه قصيره. طيب فوائد الاداره الجيده للوقت، يعني لما انت تهتم بالوقت وتعطيه حقه، شو طبيعه هاي الفوائد اللي انت ممكن تستفيد منها؟ اول نقطه انه اكيد رح يكون في عندك انجاز لاهدافك. واحلامك الشخصيه او طموحاتك انك انت كمدير كيف تطور كيف تخلي الشركه رياديه كيف تخليها شركه ناجحه؟ التخفيف من الضغوط سواء في العمل وضغوط الحياه. ليش؟ لانه انت هون بتعمل عمليه بالانس توازن بين حياتك في الشغل وبين حياتك الشخصيه، فبالتالي اكيد الاسترس هون راح يخف عندك. تحسين نوعية العمل اكيد الكواليتي اوف وورك رح يتحسن، تحسين نوعية الحياة تمام بشكل عام قضاء وقت اكبر مع العائلة او في الترفيه والراحة لانه انت عم تعمل عملية توازن مهامك اليومية بتنفذها بتعمل عملية ايفالويشن تقييم انه كل شيء بنهاية اليوم انا خلصته فبالتالي انا بكره ببدا بيوم جديد ببدا بمهام جديدة تمام ففكره او مبدا لا تؤجل عملي اليوم الى الغد اكيد رح يعطيني وقت اضافي ممكن استفيد منه في قضاء وقت مع عائلتي مع اصدقائي العب سبورت اروح على الجيم ان so قضاء وقت اكبر في التطوير الذاتي اوكي بلاش ممكن مع عائلتي الترفيه ممكن يصير في عندي وقت زياده انه مثلا اروح على دوره تدريبيه اكتسب مهاره جديده او احضر دوره تدريبيه اونلاين في مجال الاداره الاستراتيجيه واتعلم مفاهيم ومصطلحات جديده فهون صار عندي تطوير ذاتي برضو تحقيق نتائج افضل في العمل اكيد زياده سرعه انجاز العمل اكيد الاخطاء عندي راح تقل راح يكون في عندي نوع من الراحه في العمل تمام يعني جو العمل ايجابي الروح المعنويه مرتفعه بيئه العمل ايجابيه اكيد راح تعطيني انا كموظف داخل هاي الشركه اني انا بكون مرتاح في شغلي او عملي اكيد راح تتحسن انتاجيتي بشكل عام لانه ادائي راح يتحسن واكيد راح يكون في عندي زياده في الدخل فبنشوف انه في عندي عده امور او عده فوائد للاداره الجيده للوقت الآن أنا في عندي تقريبا 22 طريقة لإدارة وقتك بشكل أفضل طيب خلينا نشوف ال 22 طريقة بشكل مختصر أولا خلي عندك تخطيط يومي بالمهام قبل بدء العمل يعني خطط ليومك خلال ال 24 ساعة شو راح تعمل بالضبط يعني راح أعمل هيك وراح أعمل هيك وهيك وهيك فبالتالي أنا عارف ال 24 ساعة كيف أنا راح أستفيد منها وأستخدمها لاستخدام الأمثل اكتب أولوياتك أو الأمور التي لها تأثير أعمق وأطول يعني دائما خلي عندك أولويات عندي مهم وعندي أهم تعلم أن تقول لا للمهام أو للمهم لتركز على الأكثر أهمية ها. الآن زي ما حكينا برضو في المحاضرة الماضية أنه تعلم إنك تحكي لا لأنه إذا أنت على طول بتحكي نعم لكل شيء هون راح يأثر سلبا على شغلك وعلى حياتك الشخصية فبالتالي ما راح يكون في عندك تركيز على الأمور الأكثر أهمية راجع قائمة مهامك وعد ترتيبها بحسب أولوياتك أوقف خاصية التنبيهات على الشبكات الاجتماعية اللي هي النوتيفيكيشنز تمام لأن هي برضو تستهلك من وقتك يعني مثلا اجاك مسج على الواتساب اجاك مسج من انستغرام اجاك مسج من التطبيقات الى اخره لما تعملها ستوب هنا تمام ما راح يكون في شيء يشتتك عن العمل خلص انت عم تشتغل على اللابتوب شغال ما راح يجيني كل شوي صوت مسج او صوت نوتيفيكيشن من واتساب من اي تطبيق اخر ضع موعد محدد لانتهاء كل مهمه وهذا مهم جدا يعني مثلا لو انت عندك واجب عندك برزنتيشن عندك مهمه عندك مشروع بتشتغل عليه عندك خطه استراتيجيه عم تشتغل على اعدادها خلي عندك وقت محدد حتى تعرف ايمتى رح تنتهي من اداء المهمه لانه لو ما حطيت وقت اكيد الامور راح تكون غير منتظمه تمام استثمر وقتك في يعني وانت بالمواصلات تمام اقرا اسمع كتاب اقرا ارتكيل اه اقرا بحث معين اه تعلم ان لا تقلق بشان التفاصيل الغير مؤثره يعني اشياء ما بتاثر عليك لا تشغل بالك فيها وتاخذ جزء من وقتك اه انشئ قائمه نوت تو دو مهام يجب ان لا تقوم بها ابدا يعني في اشياء ممكن بتشتت تفكيرك وممكن في اشياء تعتبر مضيعة للوقت فحاول انت حطها بقائمة not اني انا مش راح اعملها حتى تكون زي تنبيه لك انه او warning تحذير انه هاي المهام بتضيعك او بتشتت من وقتك فتت المهام الكبيرة الى مهام فرعية اصغر فوض اكثر يعني خليك دائما ماشي مع فكره التفويض حتى انت كمدير تركز على امور اكثر اهميه، ابدا بالمهمه الاكثر اهميه دون تاجيل. برضو الابلكيشنز استخدمها ك مثلا مرات انت ابلكيشن معين بتدخل فيه جدولك اليومي بالساعه كذا اعطيني تنبيه، بالساعه كذا اعطيني تنبيه لهي المهمه، الساعه كذا اعطيني تنبيه لهي المهمه وهكذا، لذلك بتشوف انه خلال 24 ساعة انه في عندك ابلكيشن عم بنبهك على كل مهمة متى تبت... رح تبدا ومتى رح تنتهي. ضع امامك ساعة آه... لتتابع عليها انقضاء الوقت، يعني يعني ممكن لو انت من الاشخاص اللي آه... ممكن سهل جدا انك تضيع وقتك او افكارك تتشتت، خلي امامك ساعة تمام حتى ظل بشكل مستمر متذكر الوقت واهميه الوقت وانجاز المهام على الوقت. ما يعني لو عندك المكتب مش منظم اوراق مبعثره هون وهون ملفات مرميه وملفات يعني مرميه على اليسار الى اخره، حاول أن نظمها رتبها حتى لو احتجت اي ورقه تعرف شو الاوراق المهمه شو الاوراق المستعجله شو الاوراق الغير مستعجله اضبط تنبيه قبل انتهاء المهمه ب عشر دقيقه كتحذير انه مثلا ضايل خمسة عشر دقيقه ولازم تخلص المهمه هاي ضع في حسابك وقت للراحه ووقت للمقاطعات يعني احسب حساب انه في وقت برضه اثناء العمل ممكن ترتاح فيه زي بسموه اللانش بريك لو بدك تاكل شغله خفيفه او مثلا تشرب كوفي so اند أه سو تمم الاعمال المتشابهه معا خصص وقت للاسره والترفيه والرياضة تمام اعتني برضه بصحتك النفسيه والجسديه لانه برضه بنفس الوقت لو انت شخص أه عندك وظيفه وعندك مهام اسريه حاول اعمل عمليه توازن برضو اهتم بصحتك لانه لو كنت مثلا شخص مريض او خلينا نحكي تعاني مثلا من مرض معين اكيد راح ياثر على صحتك فبالتالي اكيد راح ياثر على ادائك في عملك و نحكي واجباتك اتجاه الاسره او العائله او انك لذلك دائما يعني حاول الوازن بين الامور الشخصيه والامور العائليه وبين الامور التنظيميه المتعلقه في العمل حتى ما يترتب عليك سلبا او يؤثر عليك سلبا من الامور الصحيه والنفسيه. اوكي؟ وبهيك احنا وصلنا الى نهايه المحاضره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.